ليا مكملين بعالم الأطفال، قديش اليوم مهم تربية الأطفال بالظروف اللي عم نعيشها، قديش فينا فعلا نخليهم يتحملوا مسؤولية. يمكن ضغوطات كتير على الأهالي، مجهود كتير كبير بتربية الأطفال. اليوم كل هاي التفاصيل رح نحكي معنا مع الأخصائية التربوية نغم ترابيه. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير نغم، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه خلينا نحكي كيف فينا نحسس الولد بانه بالمسؤوليه، بهي الشيء نحمله اياها، انه هي مسؤوليتك، هي القصه، هي يعني ما تكون كمان حمل كثير كبير، ولكن يعرف انه هو يتحمل مسؤوليه. طبعا هلا تحمل المسؤوليه هي صفه كثير ضروريه، ضروري تكون موجوده عند كل الاطفال. هي ما بتتطور بشكل طبيعي مثل الكلام والحركة وهي الأمور، بتحتاج لتربية إيجابية، يعني مع الأيام بتصير. دائما نحن بنحكي المسؤولية أو الطفل المسؤول عنده مفتاح للنجاح، مفتاح كتير قوي لنجاحه هو بالمدرسة، وحتى لما بيكبر بالمستقبل بصير طفل ناجح. نحن بحياتنا العملية بنلاحظهم، الطفل المسؤول والطفل غير المسؤول. الطفل المسؤول بيكون عنده قوة شخصية، قادر على أنه يتخطى كل المراحل. الطفل الغير مسؤول بيكبر حتى لما ممكن يكون أسرة بيكون غير قادر على أنه ينسأل عن هاي الأسرة، لأنه هو أساساً ما تحمل هاي المسؤولية بالأول. لكن ما بننكر نحن أنه ممكن يصير يتحمل مسؤولية من 40 ل 50% بيكون هو مبسوط. الطفل المسؤول لما بيكون بيتحمل هاي المسؤولية وبيعمل كتير أمور لأنه هو حابب وبلشت معه من هو وصغير، فرق معه أنه هو يصير لما بيكبر تصير فجأة ضغوط الحياة والأمور اللي حواليه بتخليه يتحمل هاي المسؤوليات. وبالنهاية نحن بنقول أنه نبلش مع الولد من هو وصغير. كثير الاسئله بتجيني انه انا كيف بدي اخلي ابني يكون مسؤول، لانه كل الامهات يعني هي لما اقول مسؤوليه وطفل هي كلمتين عرفتي تقال شوي. تماما. كيف فيني انا بلش معه خطوه بخطوه للطفل ليتحمل المسؤوليه؟ لانه في انواع للمسؤوليه، لما اقول طبعاً. كلمه مسؤوليه تحتها يمكن فينا نقول ثلاث اربع خطوط عريضه، لا، في انواع للمسؤوليه. انا كيف فيني بلش معه تدريجيا لحتى فعلا عوده نفسيا انا كيف فيني اتحمل المسؤوليه؟ طبعا اكيد لما ببلش معه من هو صغير بنشوف نحن الأطفال من هنا وصغار بحبوا يشاركوا، بحبوا يشاركوا بأي شيء عم نقوم فيه. فنحن فرق في عنا في أهل بتخلي الطفل يشارك معه وبتكون هي مبسوطة من هذا الموضوع، وفي أهل محبة بطفلة ممكن ما تخليهم يشاركوا بهذا الموضوع. نحن عم نبلش مرحلة مرحلة. اليوم مثلا ابني بلش يوعى، صار بده يلبس لحاله، يأكل لحاله، يشرب لحاله. أهل بتسمح لهم أنه معلي أنا بعطيك وقت كتير كافي لحتى أنت تقوم بهي المهام. في أهل ما عنده وقت، ممكن بحجة الوقت ممكن ما عنده طولة بال لحتى تخلي الطفل يصير هو يتحمل مسؤولية حاله. لما بيكبر شوي بيدخل للمدرسة كمان بتكبر مسؤولياته. أنا ابني لما بيجي بده يدرس، طب اوكي درس لحالك، لا انا ما بدرس لتكوني انت موجوده، ما عليه خليه يدرس لحاله وخليه يتحمل نتيجه اخطائه. كثير من الاهل او الامهات بتجي مثلا بتفتش بشنطه ابنها قبل ما يطلع على المدرسه، بنشوف انه الابن ما كتب الوظيفه. بتجي الام شو بتساوي مشان ابنه ما يتبهدل؟ بتكتب الوظيفه عنه. هذا كثير غلط. انا كيف حملت المسؤوليه؟ بالعكس انا علمته، شجعته على هذا السلوك الغلط. فانا شو بساوي؟ ما عليه بتركه، وحتى ما بفتح له سيرة الصبح، روح على المدرسة لحتى هو يتذكر لما تكون المس بالصبح انه انا ما كتبت له الوظيفة. شوي شوي لما بيتعاقب الطفل بيحس انه انا لا لازم اعمل، لازم اكتب وظيفتي كرمال انه ما اتعاقب. هي تحمل المسؤولية. وكل ما بيكبر شوي بتزيد مسؤولياته، بصير الطفل عنده رغبة انه هو يتحمل هاي المسؤولية لحتى يكون سعيد بحياته، لانه الشخص المسؤول شخص كثير سعيد بحياته. نحن بنشوف كثر الدلال بيعمل الطفل، هو طفل اتكالي، حتى بس يفوت على المدرسة بصير متكل على امه اكثر شيء، او اذا كان أكيد عنده اخوات اكبر منه. خلينا نحكي عن هيدا النموذج، هو اكيد نتيجة تراكمات من تربية خاطئة عند الاهل. طبعا ولكن أكيد كيف فينا ننقذ هذا الموقف وقت ما نشوف الطفل صار اتكالي زيادة عن اللزوم؟ فينا نرجع من اول وجديد؟ طبعا اكيد هيئة بيئة مناسبة ليكون مسؤول. حضرتك عم تحكي بمدرسة أو بحضانة، خلينا نحكي أو ببيت هو إيه
يعني انا عم بقصد عمر الطفل، عمر الطفل بيكون بعد صغير. ما علي، انا بجي بتجيني كثير حالات لعندي على الروضه بهيك شخصيات، يعني بهيك نماذج اطفال، فبتساعد انا والاهل. حلو انه انا ببلش معهم، انه انا دائما بتواصل مع الام، ببلش معهم شوي شوي، بنبلش من الصف، خلينا نحكي من الالعاب اللي هن عم يلعبوها، انه انا طفلي هون لعبت بهي الالعاب، فضروري ارجع لم هي الالعاب ورجعها لمكانها. وبصي الام تعمل نفس الكلام، مثلا الام مو على مستوى لعب، خلينا نحكي على مستوى اكل، يعني في اطفال عمرهم 4 و5 سنوات هن ما عم ياكلوا بايدهم أو ما عم يلبسوا ثيابهم بإيدهم. أمتى بتشعر الأم بهذا الموضوع؟ لما هي بعد شوي الطفل يكبر ويصير يقدر يقوم بمسؤولياته لحاله، لكن هو ما بيرضى. بتصير الأم بتحس إنه أنا شو عملت بحالي؟ أنا ما لازم كنت أتصرف هذا التصرف. يعني نحن دائما هذا الموضوع بالذات بدي ركز عليه لحتى الأميات تكون كثير منتبهة لهذا الموضوع. بدلل ابني وبهتم فيه وبحميه، كلنا بنحب اولادنا وبندللهم وبنحميهم، لكن مو لدرجه انه نحن نضرهم، لانه هذا عم بيسبب ضرر لطفلي لبعدين هو ما عم يقدر يعمل ولا شيء بحياته. طيب خلينا نقول كيف فينا نعزز هي القصه من خلال تعزيز بعض المهارات، يعني بعض المهارات ممكن اذا عززناها عند الطفل فينا نخليه بيبلش فعلا يحس بالمسؤوليه ويتحمل المسؤوليه لو كانت بسيطه. اول شيء عندنا بدي اسمح له يساعدني، تمام؟ اي شيء بيطلبه مني ما عليه، بخلي حتى لو بده هو، انا ما بطلب من ابني مثلا، حتى بدها تكون توقعاتي منطقيه، يعني انا بطلب من ابني رتب هذا السرير بعمر 5 سنوات، ممكن يشيل المخده ويحطها، انه انا رتبت. ما يعني ما بسمعه كلامي اذيه ولا حتى بزعجه، لا، شوي شوي بصير ابني بيتحمل هي المسؤوليه. في عندي انا ممكن ما بطلب منه، في مثل بيقول انه لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد، يعني انا بدل ما اروح اجيب الشيء لابني واعطيه بعلمه كيف يساوي. الولد لانه طول الوقت وهو بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك، طب انا بشيل عبء شوي عني وبخليه هو يتحمل هي المسؤوليه. بدي هي الشغله بعلمه، بدي تفاحه روح على البراد جيبها غسلها وكلها. فهيك شوي شوي الطفل بصير انا جوعان، طب اوكي فيك تروح تقوم شو في بالبراد حطه على طاوله السفره وكل. يعني هي الامور بتخلي الطفل يتعلم المسؤوليه وبرسم له الطريق. يعني انا كيف نكون نحن قاعدين عم نفطر، بصير بحكي، ببتعد عن لغه الاوامر لانه الامر كثير بيزعج الطفل، بيزعج الكبير فما بالنا الصغير. فانا شو بيجي انه بدل ما اقول له يلا بتكون بتشيل صحنك وبتحطه مكانه، لا، بيجي بقول له شو رايكم نحن نتعامل مع بعض، كل حدا بيشيل صحنه وبحطه على المجلى. هيك الطفل بصير حتى هو بصير بحب الشيء، بيتشجع على هذا الموضوع. ودائما نحن ما نحبط اطفالنا، لانه الاطفال لما ببلشوا بحبوا يشاركوا، بحبوا دائما يكونوا مع الكبار يساعدوهم يشاركوهم باي شيء. فنحن شو بنساوي لحتى نحن نخلص بسرعه؟ يلا بشتغل بسرعه احسن ما ابني طعميه بسرعه مشان ما يوسخ لي، لبسه بسرعه مشان روح مشواري. فلا، ما عليه، بعطيه هي المساحه الكافيه من الحريه ليتصرف فيها براحته، وبعدين هو بيصير لحاله بيستعجل. يعني هي مع الممارسة بيصير الطفل أحسن. نعم. طيب نحن عم نحكي كيف فينا نخلي الطفل مسؤول، ولكن كيف فينا ما نزيد المسؤولية على الأطفال؟ في كثير من بالبيت مثلا ممكن تكون الأخت الكبيرة، الأخت الوسطانية، ما بدنا نحدد أي أخت، هي كل العبء عليها، إن كان من تربية اخواتها ان كان بشغل البيت. في اهل بيزيدوا هاي المسؤوليه على طفل واحد فقط بفرقوه عن باقي الاطفال طبعاً. خلينا نحكي عن هي الحاله المعاكسه للحاله اللي كنا عم نحكيها. اول شغله بدي اعملها انه انا بدي اتفاهم مع الاهل، يعني انا لحل الموضوع انا بدي اجيب الاهل. يعني انا في بالحياه العمليه بنلاحظ كثير من هذول الاشخاص انه انا بدي اجي اسحب السلطه من الاخ الوسطاني، خلينا نحكي ما بدي احكي الكبير، لانه هو كثير قيادي على اخواته، انه هو اعمل هيك ساوي هيك انت اشتغل هيك. لا، هذا الموضوع ما عاد اسمه قوه شخصيه، هذا صار اسمه تسلط. فانا لما بدي اجي بدي اكون منتبهه كثير منيح اني وزع المهام على كل الاولاد، وما بترك الولد الصغير، لانه كثير امهات
هذا بيبي صغير خلص اتركوه ما تعطوه شيء، لا بعطيه بحمله مسؤوليه على حسب عمره. فانا هون لما بعرف اطفالي كلهم انه انتم كلكم مثل بعضكم، كلكم بوزع لكم المهام بالتساوي، بصير الطفل لحاله انه الشخص لحاله انه انا لا خلص انا مسؤول عن اخواتي، لكن بطريقه محببه لهم، مو بطريقه قياديه ولا بتسلط عليهم. طيب نحن يمكن حكينا على المراحل العمريه الاولى للاطفال، لكن في مراحل مثلا بتقولوا الاهل غلطوا مع اولادهم، يمكن دللوهم زياده، ما عرفوا يعطون المسؤوليه الصحيحه. انا كيف فيني اعالج هيدا الموضوع او اتداركه بفتره، خصوصا بسن المراهقه، لانه فعلا بيكون هيدا سن مختلف وهي المرحله بتكون صعبه على الاهالي. اول شغله بدي اعملها انه انا معلي لما احط ببالي بدي صلح سلوك او خلي سلوك يستقيم عندي، بدي اكون شوي حازمه بالموضوع حتى لو كبير. مثلا انه كثير اطفال بنشوفها، نحن عم نحكي امثله عن الواقع لنعرف كيف بدنا نعالجها. صحيح. انه الام بتكون نايمه، انا جوعان، بروح بفيق ماما لحتى هي تحط لي عشاء. طيب وين الغلط بيصير؟ الغلط لما الام تستجيب لهذا الطفل. فانا شو بساوي؟ بدل ما اعمل هيك، ما عليه خليه بتركه جوعان، هو لحاله بصير يعمل هذا الشيء. والمشكله الاكبر فينا انه نحن بنمل، انه لما بيشعر الاهل انه انا خلص ما عاد فيي اتحمل، خذ اللي بدك اياه، فانا لما بياخذ اللي بده اياه بده يضل مصر على عدم تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه بتجي منك، كيف بتجي معنا؟ لما انا بخليه خلص بعطيه هي المهمه انت بدك تكملها، حتى اذا كان غير قادر على اكمالها. ثقة النفس بتخلي الطفل يكمل هذا الموضوع. مثلا الكبار لما بيكونوا واثقين من نفسهم انه انا بدي اكمل هي المهمة، لانه في اطفال مثلا نحن عم نحكي عن امور بسيطة بالبيت ممكن يكون موضوع مصيري لهذا المراهق، هو غير قادر على تحمل مسؤوليته. فانا مالي بتركه، بشجعه انه انت لما بيكون عندك ثقة بنفسك انت قادر انك تتخطى كل المصاعب، فهو بيبتعد عن الخوف من الفشل وبيكمل طريقه. لانه دائما اذا هو ما جرب وما حطيناه امام فرص لحتى هو يتعلم، مستحيل يتعلم. نعم، نحن بدنا نشكرك كثير وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. يسعد صباحك. صباحك. الاخصائيه التربويه نغم طربي، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا.